بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن أشياء بسيطة وكيفية تنزيل هذا البرنامج عن طريق الهاتف لتعلم لغة C++. برنامج بسيط ويستطيع الإنسان أن يتعلم هذه اللغة المهمة والمفيدة. الآن إن شاء الله تعالى سوف نتعرف على أنواع المتغيرات. مثلا لاحظوا معي جيدا، إذا قلت الآن أنت number one مثلا، وعملت متغير آخر أنت طبعا أول ما أكتب هذا الأنت يفتتح لي مكان في الذاكرة، هنا أكتب اسم المتغير بأي قيمة أنا أريدها. طيب، فمثلا هذا المتغير الآخر سأجعله int n2. طبعا هذه اللغة يا طلاب هذه مهمة جدا، تساعدك أن تتعلم بقية لغات البرمجة بكل سهولة ويسر. طيب، مثلا عملت متغير آخر وأسميته ماذا؟ أو دعونا نجعله هنا وأسميه sum. طيب، مثلا وقمت قلت له إن واحد تساوي سأقوم بإسناد قيمة للمتغير الأول، وهذه القيمة 4.5 يعني 4.5، وقمت بإسناد قيمة للمتغير الثاني 3.3 مثلا 3، وقلت أن السم تساوي لي إن واحد زائدا إن اثنين. لاحظوا النتيجة ماذا سيطبع لي في السي أوت. هذا السي أوت تكلمنا أنها عبارة عن دالة إخراج أو دالة طباعة برنت، سأقوم بطباعة ماذا؟ المتغير سم. طيب، فاصلة منقوطة وألاحظ النتيجة. لاحظوا معي جيدا، طبع لي 7. لماذا؟ لأن المتغير هذا أنت يعرف لك أن المتغير الأول والمتغير الثاني من نوع أعداد صحيحة. طيب، أما إذا أردت أن يكون من نوع أن يتقبل العملية الحسابية للأعداد الفاصلة مثلا الكسور، فسأجعل المتغير float. لاحظوا معي النتيجة الآن float. الآن لاحظوا كيف طبع لي هذه النتيجة 7.8. طيب، هذه هي أنواع المتغيرات. مثلا أريد أيضا ماذا لو تكلمنا أن إن اثنين تساوي لي ماذا؟ إن واحد، ولاحظوا ايش النتيجة، طبع لي كم؟ 9. لاحظوا جيدا هنا ان 2 تساوي ان 1. الان الفطرا طبع لي كم؟ 9. لماذا؟ لان الان 1 تساوي 4.5، وإن اثنين قيمته مساوية لقيمة إن واحد. طيب، فساويت الإن قيمة ال ساويت المتغير إن واحد بالمتغير إن اثنين، لذا جمع لي قيمة الإن واحد 4.5 وقيمة الإن اثنين 4.5. لماذا؟ لإني ساويت الإن واحد بالإن اثنين. طيب، لاحظوا كيف طبع لي الرقم 9. تكلمنا أيضا
أنه يتم كتابة مثلا أريد أكتب سم تساوي هذا من أي شيء أكتبه داخل هذه الشرطتين، ما بين هذه الشرطتين يتم طباعته. لاحظوا الآن سأكتب هنا سم، طبعا لاحظوا جيدا عندما أكتب سي أوت سم طبع لي سم تساوي 9، أي طبع لي ما بداخل هذا الشرطتين كتابة، وهنا قيمة المتغير الذي هي إن واحد زائدا إن اثنين. طيب أيضا مثلا أريد أن ينزل سطر واحد، أقوم بكتابة هذه العلامة شرطة ومن ثم حرف إن. لاحظوا معي جيدا نزل لي سطر. مثلا أريد بدل أن ينزل سطر واحد أن يبتعد 3 مسافات، أكتب تي شرطة تي. لاحظوا كيف أبتعد عدة مسافات إن شاء الله تعالى. أيضا مثلا إذا أردت، لاحظوا معي جيدا، أقوم مثلا سي اتش واقوم باسناد قيمه سم، هنا ماذا سوف اكتب؟ ساكتب سي اتش سي اتش. فاصلة منقوطة هنا. نعم أن تكون يعني الحروف بين فاصلة أحادية هنا. لاحظوا طبع لي حرف واحد إم، لماذا؟ لأن هذا الإتشار تقبل حرف واحد فقط. مثلا لو قلت له string string وتغير من نوع string string هنا سلسلة نصية. نعم الآن طبع لي كم سم 9. لاحظوا عندما أعمل له تساوي ماذا سوف يطبع لي؟ تساوي سم تساوي 9. لاحظوا أي أن هذا السترينج تقبل السلسلة النصية. وأيضا هنا كتبنا جملة طباعة بهذا المتغير، خزننا هذا القيمة النصية في هذا المتغير وقمنا هنا بطباعتها. طيب وكتبنا هنا السم، هذا يعني شيء بسيط عن المتغيرات، والمتغيرات فائدتها كبيرة جدا، والمتغيرات أنواع وهذه من بعض أنواعها. أيضا لدينا شيء آخر وهو إن شاء الله تعالى سوف نتطرق في درسنا اليوم إلى الشرطية، إف الشرطية. مثلا الآن أكتب النيم هذا، طبعا لدينا متغير سأقوم بتعريف متغير من نوع string اسمه name، وأكتب هذا النيم ماذا يساوي لي؟ يساوي صالح. طيب هنا السم أو أتركونا من السم، مثلا إن واحد لدي سأكتبه من نوع انت وأسمي هذا المتغير نم. طيب هذا المتغير سأضع فيه الرقم 3. طيب الآن هنا سأقوم بعمل اف، إذا كان
إذا كان النيم تساوي تساوي ماذا؟ تساوي تساوي صالح. اطبع لي طبعا هنا هذا النيم، هنا أقوم بفتح ماذا؟ شرطة، وأقوم أقلق الشرطة حق الإف الشرطية. إذا كان النيم تساوي صالح سي أوت، سي أوت ماذا؟ ويل كم. طيب الآن لاحظوا معي جيدا، هنا فاصلة منقوطة، لاحظوا معي جيدا، طبع لي ويلكم لأنه تحقق الشرط، لكن في حال أن الشرط لم يتحقق، مثلا كتبت أن النيم إذا كان يساوي علي، لاحظوا لن يطبع لنا شيء. لماذا؟ لأن الشرط لم يتحقق. مثلا في حالة عدم تحقق الشرط، إذا لم يتحقق الشرط else نفذ لي ماذا؟ هذا الكلام you 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 name is aren't your name is not علي. طيب لاحظوا معي جيدا، run your name is not علي. أيضا لدينا مثلا أريد أن أعمل جملة شرطية بالأور، يعني يعني and مع كل and، مثلا إذا كان النيم علي، وأيضا and هذه الشرطية معناتها و النم تساوي تساوي ثلاثة، اطبع لي ويلكم. مثلا هنا سأقوم بكتابة صالح. طيب كو نم، هنا نسينا أن نسند القيمة تساوي ثلاثة. لاحظوا معي جيدا، كتب لي ويلكم. لماذا؟ لأنه تم تحقق الشرطين. ماذا لو قمنا بتغيير هذا الرقم؟ سيطبع لي your name is not علي. لاحظوا your name is not علي. كذلك مشابه هذا لتسجيل الدخول. مثلا عندك الآن عندك الآن اسم مستخدم وكلمة المرور. مثلا لو افترضنا أن النيم هذا هو اسم المستخدم، وكلمة المرور هي ماذا؟ هي النمبر. دعونا الآن نقوم بكتابة جملة الإدخال. مثلا سأقوم بتعريف متغير من نوع ماذا؟ string. string هذا السترينج ماذا؟ سأسميه na. طيب بدل أن أكتب هنا أطلب من المستخدم أن يدخل لي قيمة هذا المتغير na. طيب أن يدخل لي قيمة هذا المتغير. مثلا هنا في النمبر سأقوم بتعريف متغير آخر int nn. طيب وهنا أقوم بطلب من المستخدم أن يدخل لي قيمة النمبر. لاحظوا معي جيدا، قبل هذا الكلام سأقول له cout enter بين enter user name. طيب وهنا أضع يعني أعطيه يعني دالة النزول سطر، وأقوم كتابة cn. لاحظوا معي جيدا، مثلا النيم ان ايه.
طيب هنا أيضا سأقوم بنسخ هذا الكلام، كوبي هنا أضغط بيست، مثلا هنا الان ان النمبر، وهنا انتر باس وورد، باس وورد. طيب ان يعني اعتقد لاحظوا معي جيدا، انتر يور نيم مثلا الاسم، لاحظوا معي جيدا اذا كان هنا قمنا بتعريف النيم واسندنا له القيمه ماذا صالح، وقمنا بتعريف هنا الرقم واسندنا له القيمه 3، هنا وضعنا متغير اخر ان ايه من نوع سترينج، وهنا متغير اخر من نوع نمبر، هنا تكلمنا انتر يوزر نيم وكتبنا داله الادخال وطلبناه ان يدخل الان ايه، وايضا هنا دالة انتر باسبورد ودالة الادخال ان سوف يقوم المستخدم بادخال الاسم ان ايه والنمبر او الباسبورد ان. هنا وضعنا شرط اف النيم تساوي ان ايه، اي الاسم الذي بيدخله المستخدم يكون مطابق لهذه القيمة، اند والنمبر يعني الباسبورد مساوي لهذه القيمة التي سيدخلها المستخدم سيقول لك ويلكم، وإذا لم يتحقق الشرط سيقول لك your name isn't يعني your name error مثلا، يطبع لك أن هناك خطأ. لاحظوا enter your name مثلا كتبت له صالح، طيب الآن طبع لي انتر باسبورد سأكتب له مثلا 3، طبع لي ماذا ويلكم يعني تقبل الموضوع، لكن إذا كتبت له الاسم علي لم يتحقق الشرط، حتى لو كتبت له الاسم الرقم 3 انتر باسبورد فإنه سيقول لي ماذا ايرور، لماذا لعدم تحقق الشرط الثاني، لعدم تحقق الشرط الثاني. طيب هذه هي فكرة يعني فكرة الذي يعمل تسجيل الدخول، هذه هي فكرة يعني اسم المستخدم وكلمة المرور تتم يعني بهذه الفكرة، والبرمجة كل إنسان له أسلوبه فيها. إن شاء الله تعالى يعني نكتفي بهذا القدر في درسنا هذا اليوم، انتظرونا إلى درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.